في محاولة لتجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مصدر رفيع المستوى يؤكد أن مصر كثفت من اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حرص على امتصاص الأزمات والتحديات المختلفة، وأن الدولة المصرية عازمة على المضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أمال الشعب المصري في غد أفضل يسوده الاستقرار. مصدر حكومي مطلع يؤكد أن توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني ستدخل ضمن برنامج الحكومة الجديدة. بسبب مخاوف من هجوم إرهابي قد يستهدف أفراداً أو منشآت عسكرية أمريكية، واشنطن تعلن رفع مستوى حماية القوات إلى ثاني أعلى حالة. في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، الداخلية الفرنسية تعلن أن نسبة إقبال الناخبين وصلت إلى 59.39%.